إن شاء الله راح نتكلم في الجزء الثاني عن العصارات الهضمية ووظائفها. راح نتكلم عن أفراز البي بي سين. طبعا البي بي سين تساعد في عملية الهضم من ناحية البروتين وتحويله. أيضا الليبييز المعدي يمهد لعملية هضم الدهون. أيضا أفرازات المخاطب بشكل عام يساعد في الانزلاق، أيضا كما يعمل على حماية نسيج المعدة. أيضا العوامل الداخلية التي تفرز تساعد في عملية الامتصاص لفيتامين 12 عن طريق الأمعاء الدقيقة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، ونشوفكم في درس قادم.